serve che mi ringrazi. هنخلص من المقوال الازرق ده يا استاذه امينه. اساليه هتلاقوا لنا الاثارات ميته. Non so cosa dirgli. Lui mi ha chiesto quando troveremo reperti. Cercheremo fino a quando li troveremo. Sì, no problema. Ma فيش حاجه اسمها امتى يا ريس حربيتي. باسة اثريه هتفضل كده تنقب لحد ما تلاقي. نقضيها خرايط ورطن مع بلدياتك الخواجات دول. ده لاهفين فلوس كدك دي لغايه دلوقتي. مفيش حاجه طلعت. يا رئيس حربي لو سمحت ما تقوليش بلدياتك دي تاني. انا مصريه زي زيك. النبي صح. انت مش قلت انك مولوده في ايطاليا وطول عمرك عايشه هناك؟ قضي طول يا شيخه. بعدين بيني وبينك تكفيل ده مش مصري ابدا. اقول لك ايه، كبركم اسبوع تلاقوا المقبره الملكيه. هو مش الدلال بتاعك اللي جايبنا هنا؟ خليه يوريني فين مكان الاثار وانا انزل اجيبها لك بنفسي. امينه بتتكلم صح يا ابوي. طيب يا دوبك نلحقوا معادنا. يا ابوي سيبك من اللي عامل فيها دلال ده ونركزوا في شغلنا. قول لي يا سلطان، احنا بنصرف قد ايه على الخرايط والاجانب والمعدات عشان نلاقوا مقبره؟ اوه ملايين. اهو دلال واحد حقيقي هيوفر الملايين دي كلها، هيلاقي لنا المقابر ببلاش. طب على ابطالك كلهم هتجصين. انت شفت دلال حقيقي قبل كده؟ لا. يبقى خشمك ما يجيبش هوا. ايه اللي بيصفر ده؟ ما بعرفش. اقلع خلقاتها. ايه؟ تعال اقلع. ما معيش حاجه يا ريس ضاحي. اقلع على حالك بدل ما اخلي الرجاله تدلعك. حاضر حاضر. يا ريس حربي. مريض. ليه كان مروح ايديه؟ وداها زمايلك. الو سيادتك يا رئيس حرب، انا عندي عيال كثير اقسم بالله ما هكررها تاني. انا عارف ان انت مش هتكررها تاني، بس انا لو سبتك غيرك هيتشجع ويعملها، صح؟ خلي بالك ما تقولش اي كلام، هتتحاسب عليه اكتر من السرقه. قول لي انا ينفع اسيبك؟ لا. ودع زمايلك يا رئيس. ودع زمايلك. هم هي البتاع اللي على عينينا دي. ينفعش نعرف المكان اللي هنقابل فيه الرئيس. عشان كده خدوا التليفونات كمان. خلاص فك فك. معايا فواز. وانت ليه ما مشيتش من البلد؟ انا عاوز اشتغل معاك يا ريس حربي. ليه؟ حد قال لك عنا وزارة الصحة اياك؟ قصدك عايز لحماية؟ لا، زي ما حميت نفسي جوه السجن اقدر احمي نفسي برا. زي ما حميت نفسك من ولاد عسران امبارح. قلت الكلمتين دول في البلد ووفرت على نفسك المشوار. ما عايزينش دكاترة هنا. وبعدين عشان تشتغل مع الرئيس حربي هتتحط سنين تحت الاختبار أو من غير حماية. ساعتها ولاد عسران هيفخوك. فمش هتنول اللي في بالك يا دكتور. ما فواز اشتغل معاكم على طول. فواز ربنا اداله هبة ما بيديهاش لأي حد. واحد في المليون. روح يا دكتور. رئيس حربي. أنا دلال يا رئيس حربي. سيبه. أوه دلال تاني. أنت دلال؟ أيوه. يعني بتحس باللي في بطن الأرض؟ زي أبوي. أبوك ما يختلفش عليه اتنين. لو أنت دلال صح تشتغل معانا وتاخد الحماية. يشتغل معانا فين يا أبوي على طول؟ أكتم!
اما اتكلم تكتب. وانا هرفع راسك يا رئيس حربي وهلاقي لك مجابي. طيب طيب يا اخويا، احنا رايحين نحفره في مقبره وراها لنا فواز. انت لو دلال صح هتوصل لنا. يلا. هوصل لكم كيف يا رئيس حربي؟ يا رئيس حربي هوصل كيف؟ ارجع كيف يا رئيس حربي؟ بقول لك ايه يا واد انت، انا صبري بدا ينفد معاك. ومش معاك انت بس، انت والغجر اللي بره دول. يا ريس حربي، انا والخرايط بتاعتي بنقول ان هنا مفيش مقابر ملكيه، لكن انت مصمم على المكان ده عشان اللي معاك ده قال كده. وعلى كلامه لقينا مقابر عمال اللي دايما يكون جنبها مقبره ملكيه واحده على الاقل. الخرايط بتقول ان مفيش، خليه بقى هو يدلني في مكان المقابر الملكية. هيحصل بس مش النهاردة. النهاردة ولا بكرة ولا بعد سنة. ليه يا فواز مش النهاردة؟ قلت لكم الوحي بيجي لما بالي يكون صافي. سلامة بالك. والمرة دي ايه؟ عندك فكر ولا بتحب جديد؟ لا، أخوي سايبينه يموت في الصحراء. لو دلال هيوصل. طب على طلاق الواد ده بياكل بعجل لا حلاوه، لا دلال ولا نيله. الواد ده دلنا على مكان عكس الخرايط ولقينا مجابر. مجابر عمال. قول يا فواز، في هنا مقبره ملكيه؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ ها؟ بيضحك علينا. سيبهولي يا ابوي، انا هعرف اتصرف معاه. Altyazı